إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها واضحة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، عندما يجيل الإنسان فكره في شرائع هذا الدين يجد أنها شرائع اشتملت على حكم عظيمة بالغة، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى عباده عبثا، ولم يأمرهم وينههم لعبا. اشتملت عليهم فريضة الصيام تجد كم اشتملت عليها فريضة الصيام تجد كما جما هذا في حدود نظرك القاصر أيها الإنسان، فكيف لو أطلعك الله على ما لم تعلم من الحكم في العبادات؟ سبحانه هو العليم الحكيم. وإن من الشرائع التي ترتب على فرضيتها عدد كبير من الحكم والمصالح لتلك الشعيرة التي عظم الله تعالى شأنها وفخم أمرها وجعلها من أهم أركان هذا الدين على الإطلاق. ولعلكم بعد هذا الوصف قد عرفتم هذا الركن المراد، إنه الزكاة يا عباد الله، إنه الزكاة. والذي يعلم الجميع أنه ثالث أركان الدين، وهو الذي حارب أبو بكر رضي الله عنه قبائل العرب التي امتنعت عن إقامته. أيها المسلمون، إن المتبادر إلى الأذهان أن كل مؤمن بالله عز وجل لا بد له أنه سيهتم بهذا الركن الركين من أركان الإسلام وسيوليه أشد العناية، وذلك لما ورد في الترغيب في أداء الزكاة المفروضة من الفضائل، وفي الترهيب من إهمالها من الوعيد الشديد، نعوذ بالله من ذلك. لكن الناظر في حال الناس اليوم يجد أن طائفة منهم قد تناسوا هذا الركن وأهملوه، فتجدهم من أهل الأموال ومن رؤوس الأموال، ولكن لا نصيب للزكاة في أموالهم، لا في سنة ميلادية ولا في سنة هجرية. علماً أيها الإخوة الكرام أن الزكاة تجب إذا وقع لها أمران: الأمر الأول أن يحول عليها الحول، والأمر الثاني أن تبلغ النصاب، والنصاب مقدر في شريعة السماء في شريعة الله تبارك وتعالى، دل على هذا النصاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة جاءت مبينة ومفصلة لما ورد في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والمقصود بذلك أن الزرع إذا لم يبلغ 653 كيلوغرام ليس فيها زكاة، أما إذا زادت عن ذلك فإن فيها الزكاة الواجبة، وهذه الزكاة تكون أول قطف الثمار. قال ربنا تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك في الأموال، وكذلك في العقارات، وفي كل الأمور هنالك تفصيل في كتاب الله. وأما الأمر الأول
وهو أن تحول عليها الحول. فالمقصود بالحول أيها الإخوة هو أن يحول على أموال الزكاة سنة هجرية أو قمرية، وهي التي كانت معتمدة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. والسنة الهجرية هي 356 يوما، وتقل عن السنة الميلادية بتسعة أيام وربع يوم، تقل عن السنة الميلادية بتسعة أيام وربع اليوم. لذلك أيها الإخوة لا يجوز لمن أراد أن يخرج الزكاة أن يجعلها في واحد حزيران مثلا من كل عام، ثم بعد مرور العام في واحد حزيران الذي بعده يخرج أموال الزكاة، فإنه بعد 30 سنة ستضيع سنة كاملة تقريبا، أو بعد 35 سنة. فلا بد من معرفة أن الحول المقصود أن يحول على هذه المحاصيل أو على الذهب أو على الفضة أو على هذه الأموال وغيرها، أنه لا بد أن يحول عليه سنة هجرية مقدارها 356 يوما. لكن الناظر في حال الناس اليوم يجد أن طائفة منهم قد تناسوا هذا الركن، فتجدهم من أصحاب الأموال ولا نصيب لهم للزكاة في أموالهم، تجد البعض 10 سنوات ما أخرج زكاة، وهو أحيانا يرعى مستشفى ويرعى دور أيتام ويرعى كذا وكذا وكذا ويهمل الزكاة. فأين تقوى الله يا عباد الله؟ إن دعمك لمراكز تحفيظ القرآن على سبيل المثال، وللمستشفيات وللمرضى وطلاب الجامعات، هذه صدقة تؤجر عليها، ولكن لم يفرضها الله سبحانه وتعالى عليك، وإنما فرض عليك الزكاة، فاتق الله جل وعلا. والله عز وجل لم يجعل الزكاة أمرا مستحبا من شاء فعله ومن شاء تركه، كلا، بل إنه سبحانه قد شدد في أمر الزكاة وحذر من التساهل بها، كما ورد ذلك في كتاب الله وثبت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فجزاؤهم من جنس عملهم، فهذه الأموال التي تمتعوا بها في الحياة الدنيا ولم يراعوا حق الله بها أصبحت عليهم يوم القيامة وبالا، فيا لحسرتهم ويا لشدة ندامتهم، يود أحدهم أنه عاش في دنياه فقيرا وأنه نجا من شدة هذا العذاب. وإذا كان يوم القيامة فإن من أشد الناس حسرة وندامة، فإن من أشد الناس حسرة وندامة أولئك الذين منعوا زكاة أموالهم من المسلمين، فإنهم يعذبون في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، هذا قبل دخولهم النار. فما ظنك يا عبد الله، فما ظنك يا أمة الله بحالهم وهم في دركات النار؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه،
ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ما أشده من عذاب وما أعظمه من عقاب وما أعظمه من عقاب، فأين المتساهلون في زكاة أموالهم من هذا الوعيد الشديد؟ والعجب كل العجب أن أولئك المانعين للزكاة ينعمون بفضل الله ويتمتعون بنعم الله، بل إن الغالب أنهم من أهل الأموال الطائلة. والغني سبحانه الله، والغني هو الله تبارك وتعالى. فيا عبد الله، كيف تبخل بزكاة مال الله، مال الله سبحانه وهو الذي وهبك إياه؟ ألم تعلم أن الذي أعطاك وحرم غيرك قادر سبحانه على أن يسلبه منك في عشية أو ضحاها؟ سبحان الله، ماذا كلفك الله؟ هل كلفك أن تنفق كل مالك؟ هل أمرك بإنفاق نصفه؟ هل أمرك بإنفاق ربعه؟ هل أمرك بإنفاق خمسه؟ هل أمرك بإنفاق عشره؟ لا والله، فما أمرك إلا بأداء ربع العشر من مالك، ووالله إنه لمبلغ بخس زهيد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.